المسندات مش اهم من المحتاجات. ساهمت وزارة الزراعة مليار سنتين في البناء ديالو، والبلدية عطات الأرض ديالها على أساس أنها تقام محلات مهنية اللي هما خاصين بالشباب الراغب في خلق فرص. هاد المحل الصغير عليه مولات ثنيه ديال المليفات. هو اللي ريكلو داروا لا موزيك وصابوا، لان المحل ما تعطلوش زاد، المحل غير زاد. 8 ديال الملايين. ايه. خدم به شي شويه ولا ما خدمش به كاع؟ خدم شي حاجه ودار فايط ومشى بحال هكا. اه. ويدار فيه الخياطه. هو عطاه بحال هكا وما كاينش الماء، قال السير، شوف ما كاينش كاع لا خيوط لا والو، بحال هكا وعطاه غير خاو. هاكو عطاونا المحل مازال الزبالة، هاكا مزيان تصور هاكا الزبالة ديالك، شوف الكوفري ما راكش تزيدو، لا كاين لا دور ولا خيط ما يجي، صوريك بارك الناس الباب، لا باب لا باب لا هاديك الزازة ديالك، البيتزا ديالك، هاكا تحط المحل هاكا، بحال هاكا، هما قالوا الشاب هاكا يدخل علينا حتى صور، عرفت هاديك الزازة ديالك، هاكا تشد. والبلاد كاين بيرو الباب ديالو الطواليت والباب ديالها وما كاين لا موزيك. الوطن الحر مبروك، سبحان الله، سبحان الله، وخرجتو للسبقة. عبد الله، سبحان الله. انت قلت المشكل عندك تما مع هذا؟ في المشكل عندك تما كاين؟ ها؟ مال المشكل عندك تما كاين قلتي؟ كيفاش؟ المشكل عندك تما كاين شنو هو؟ المشكل الواد الحر ما برونسيش كاع من برا، الناس اللي كيحفر وتبقى لي تابعين حتى لقيناهم ما برونسيش كاع الواد الحر، وخرجت انا برا هو باش بلاتي يلف برا بحال كريم الركب. نقول لك القوات السلاح على برا في الشونطي ما عندهم حتى علاقه بهذه الحوانت هنايا. هذا ما برونسيش على برا، اذا طاح الشتا كيولي كلشي عليه. عطاو الكوفري ما كاينش ديال الماء، خص يكون الكوفري ديال الضو لاصق، بلاصة الماء يكون خارج الطراش وخارج ديال الماء حتى لهنا، يعني المحل خص يكون جاهز، كل الممالك تعرف ان المحل جاهز، حتى الشامبيون ديالو وكلشي ديالو، وها المكانة، والمكانة ديال الماء، والداخل حتى شوكي ديال المحل، ما عندك حتى حاجة، المحل غير جاهز، هذا كي جاهز، كلشي ديالك، لا موزيك في الكوفري ديال الضو كلشي ناضي الله سلامتك، هكا خصو نعطيو المحل المقاول للشباب بحال هكا. هذا بلا موزيك وكل شيء، بلا موزيك وكل شيء، بلا موزيك وكل شيء، هذا كتشوف جاج، هما غير طواليت، هما بلي طواليت، وها اخرى عاوتاني، هي دير فيها دي طواليت، كيف خص رجلي، الميزانية بشحال، شحال باش تقام تقريبا في الميزانية ديالها؟ ما نعرفش، هذا هو المحل اللي كان غادي يتسنى سيدنا، هذا هو النموذجي، النموذجي رقم 59، كان غادي يتسنى، ها هو خارج، كل شيء ملي كبس، الموزيك ديالو بكلشي، كلشي العمليه الداخل داخل راه زاد. انا نهزو خشي دوس وهو من الداخل. راه عندنا تصاور عطاهم لي تصاور. لا خشي دير دير. هاي دابا انا. لا ماشي مشكل حتى تعطيهم لا تصاور. هي على اساس اذا مقاوله بونكا غتعطي لها شي حاجه. قالوا لنا خصكم هدوسو هذه ديال لا كونتابيليتي وصوفنا ورقات مريقلين يعني مؤسسه ولا مقاوله الا تعطاها. حتى البنك تبغى تخدم على راسها وتحاسبها وتوقف عليها غادي تكون، لان الصناعه غيستافدوا منها بزاف ديال الناس. الا رديتي البال راه الصناعه اللي محتاجه ليها البلاد. اشنو وقع لنا؟ نضمح حطينا الثقل ديالنا، جينا قبل المحلات راكم شفتوهم كيفاش راهم كانوا الدليل. جينا كنسلفوا ونعطيو الشيكات ونطبقوا من هنا وما تخلينا من هنا درنا الماكينه وباش نحن الماكينه هذه هاكا كتنفضوا هاكا كتنفضوا على برا هاكا راه ما كاينش اللي درناه راسنا لما ما وصلتش هذه تشوف ها المسالين اللي خدمنا لهم كاع اللي طلبوا درناها. الله يسلم. هادشي راه ماشي ساهل. حتى تورطنا ولا البنكه قالت لنا قالت لنا هذه المحلات عندهم كونطرا فيها 23 شهر ما يمكنش نعطيكم عليهم الكريم. سقنا غراقيلا. عرفت كيفاش قالوا لكم؟ قالوا لنا الكونطرا عندكم فيها 23 شهر. ما كتناسبش مع الكريدي. يا
يعني حتى صوبنا ريجيست كوميرس وحتى درنا المسائل، عندنا المسائل كلها قانونيه، كلشي على حقو طريقو، ودخلنا مع مارسيات ديال 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 هذوك المارسيات وحنا فيهم تهرسنا، مشات لينا تسقات لنا على الماكينه راه هزات لينا من هنا مشات لنا على طريق المخزن. قلت لك صورتنا 10 سنين دابا هادي حنا مورطين، نورمالمون هما عندهم خصهم كل شهور ولا 4 شهور يجيو اش راكم تديروا شنو خاصكم، لان هذيك كاينه لجنه ثلاثيه خاصها تنسق بعضياتها يتابعوكم شنو يتابعونا اش كنديروا. دوزو 10 سنين كامله من بعد ما عرفنا حنا ما عرفنا اصلا واش مجوزين ولا مطلقين هنايا. من بعد اللي بنا 10 سنين مشيت ضرب فيها جدات اوروبا تجي دير المستقبل. راه من 2001 حتى 2011 10 سنين هادو حنا دوروا علينا السوق بحال شي معتقل. الكليون اللي كتبغي يجي عندك تيقدر يوصل هنا كان تيخاف، راه دابا ولات تزي هنا وانا هنا لا سيكوريتي ما كايناش. الضوء طافي هادي 10 سنين هو طافي هنايا في هذا الحي هذا، الامن ما كاينش لدرجه ان شي يجيو عندي البوليس سالي تيقول واش انت حماق اللي باقي خدام هنا بالليل. هما تيضربوا هما ذاك حنا خايفين باش باش وبقينا كنتقطعوا. دابا خصنا حنا تحويض لهاد 10 سنين هادي اللي عندنا، وخصهم يجيو يدعمونا الا بغاو يحافظوا على هذا الشيء وبغاو يحافظوا على هذا، ما بغاوش راه كيقلبوا على شي حاجه اللي صوره من داخل مزاز سمعتي؟ اه دابا نقول لهم محلات مزازيت صافي دابا مزازيت صافي كاين سكوفر ديال المراكب ديال المراكب تبدل في المغرب ديال المراكب ديال المراكب. واش كان امام جهازي شنو؟ حطوه هنا فعلا المحل مزاز كاع الاغلبيه ديالهم كاع الاغلبيه ديالهم. دابا حنا المحل دابا انا خاسر عليه 3 ملايين 700 صفر ديك المحل. تم ارسال يدين من هنايا يدين من هنايا اللي كيستغلوا المحلات قضائيا على اساس انهم راه ما كيخلصوش الحال، شفتوا في هذه الحاله يخلصوا كاع داكشي اللي قديم فيه وخصهم يخلصوه. شنو داروا الدراري هنا كانوا متخوفين لان اكثريه هنا ما خدامش، اكثريه هنايا ما فهمتي ما داروا زيرو ديال هنا. هو فهمتي ما شنو درنا حنايا ما اجتمعنا هنا تعيط علينا السلطات، السلطات كان اول باب تفتح امامنا وهي السلطات. عيط علينا سيد الباشا الباشا عامر القايد ديال المقاطعه الرابعه اللي كاين هنايا، عيط علينا على اساس اننا نفتحوا حوار، معنا نفتحوا حوار، نفتحوا حوار مع اللجنه الثلاثيه، بتدبير وتفويت وتسيير والبت في جميع المنفذ ديال دوك المستفيدين اللي حطوا في الهويه. دونك على اساس شنو هو هما؟ مشينا في هذا مع الباشا عقدنا بان على اساس ان الغرفه غادي دير يوم نقولوا اعلامي هكا. شنو هو تحت عنوان إشكالية مثل المقاولين الشغل واقع وأفا أي غادي نناقشوه من خلال ذاك اليوم الإعلام أو اليوم الدراسي أو كما بغينا نسميوه. غادي نناقشوا الواقع ما واقع المستفيدين هنا فين وصلوا، وغادي نشوفوا الأفا أي زعما الحلول بعد مجموعة المشاكل اللي مطروحة. دونك تم هادشي تم تقريبا جوج سوايع هذا كاع كانوا كاع دخلوا على اساس كل واحد عنده مشكل وهادي، وخرجنا من داخل ذاك وشكون اللي حضر من اللجنه الثلاثيه؟ كان حضر من اللجنه الثلاثيه كان على راسهم هو كاتب العام ديال البلديه، كان كاتب العام ديال البلديه كان الرئيس وكان مدير ديال الغرفه وكان مندوب ديال التجاره والصناعه، وكان بعد فهمتي بعد فعاليات اخرى اللي عندها علاقه بالبلديه. خرجنا باللجنة من تما، شنو هاد اللجنة؟ لجنة متابعة الحوار مع اللجنة الثلاثية، لأن دزنا شكل رسمي، حتى القايد ديال المقاطعة الرابعة حضر في واحد الوقت، معين حضر على أساس يقول فين وصلتوا وين. حتى القايد المقاطعة دونك ملي خرجنا بهذا شنو خرجنا؟ خرجنا على أن غادي نديروا لجنة مصغرة، لجنة مصغرة اللي غادي تحل المشاكل. بالفعل جلست تقريبا واحد 15 يوم حنا وجدنا فيها الوسنا وداكشي، وجلسنا معاهم. شكون معاهم جلسنا؟ جلسنا مع الكاتب العام، جلسنا مع مدير ديال الغرفة، وجلسنا مع موظف تابع للمندوبية، وجلسنا مع القابض ديال البلدية هي هذا كان تاهو هادو جلسنا الخنفاري. المهم وناقشنا المشكل كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل هذا. حنا قلنا لهم شنو غادي نديروا؟ شنو غادي نديروا؟ حنا بغينا كاع قلنا لهم شتي المشكل راه جاي منكم نتوما، لانكم نتوما المسؤولين الاولين، هما الاولين مسؤولين على المحل قبل ما يكون المستفيد، لان البلديه كما كتعرفوا نتوما هنايا هاد المقاولين الشباب قال لك اودي شنو غادي ديروا؟ حنا راه ما نقدروا نديروا والو. شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا كل واحد يدير ملف ديالو ويجيبونا وحنا نشوفوا عاد كيفاش. حنا قلنا ليه لا، حنا راه عندنا المشاكل كتشابه،
راه بحال المشكل هذا بحال المشكل هذا بحال المشكل هذا. حنا بغينا من داخل داك الاطار اللي كينظم العمليه. والاطار شنو هو؟ هو القانون 1394، وهو صندوق النهوض بتشغيل الشباب، ومنظم لعمليه بناء وتجهيز المحلات المهنيه اللي كاينه هنا في خميسه. لان بمساهمه هذا الصندوق هذا اللي تمت هذه العمليه، لو لا مساهمه من داك الصندوق ما يمكنش يكون هذا الشيء، لان البلديه كانت عاجزه. باش تفهموا مزيان المسؤوليه تفوضت لها عمليه البت في الملف فات. دابا كاين شي شاب كيقول لها بلي شنو باغي دير شنو باغي دير، كيعطي واحد كانفا كان كيسموها كانفا ديتيب بالفرنسيه، كيقول لك كانفا ديتيب اش البروجي غادي يدير، لا ماتيب البروجي شحال غادي يستثمر فيه، شحال غادي يخدم فيه، دراسه الجدوى ديال المشروع. كيمشي يجمع مجموعه ديال لاباباس، قلنا بانه ما فيه الضريبه، لان ما يمكنش يستافد هو ديجا عنده مقاوله وداخل المقاوله، خصو يكون صحابيضه ويكون كيقلب على الشغل وكيجي بها كيمشي. ملي كيجي الشاب باختصار لهنا ما كيلقى المحل ما مجهزش، وتيلقى الدعم ما كاينش، وتيلقى الخدمه ما كايناش، لان الخميسات الا تمي تيجي دابا لهذا المشتل ولا لهذا المجمع الصناعي كتلقى بحال جاي لشي مقبره بالنهار الثلاث اللي كتلقى لي بيزون طالعين هارفين وبعض الكليان، ايام اخرين كتلقى عاجي. وإعادة النظر في الآليات التي استخدمت لتفوت المحلات، لأن ما كانتش آليات للمتابعة، ما كانتش آليات للمراقبة، ما كاينش آليات للتكوين، ما كاينش آليات، وتغيب مثلا في الجنة التي تغيب الأبناك، وتغيب المجتمع المدني. كان هو كفاعل من داخل يقدر يوجه، يقدر يساعد، يقدر هما حاولوا ما امكن من خلال داكشي اللي تبين لي هنايا، من خلال الحوار معاهم تبين لي بانهم بغاو يردوا هذه المقاولة للشباب، بغاو يردوا شي منطقة صناعية بواحد الشكل اللي بغاو هما، فلوس ولا عندها هذه وهذه وهذه. وحنايا دزنا مع ناس وقالوا لنا بان جاو ناس عندها الفلوس، صحيح حنا باغية دراج غير تحط فيه الطوموبيل ديالها، هادشي اللي كاين. دونك شنو هو؟ خص إعادة النظر في جميع، إعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمت معها، أبرمت ما بين المجلس البلدي والمستفيد ولا والمندوبية والمندوبية، وإعادة النظر كذلك في هذا في إطار تحملات، وبالتالي إعادة النظر في عقد الكيلة. المطالب ديالكم؟ لا المطالب وشنو ومن خلال هذا كنطالبوا بناء على القانون 13/94 اللي كيحكم العمليه، لانه هو السند القانوني الذي اعتمد عليه في صياغه هذا المشروع هذا. دونك وبالتالي حنا من داخل هذا القانون ونعتمد على الفصل 14 من ذات القانون على اساس انه يتم تفويت المحلات المهنيه لجميع المستفيدين، او لا كل من رغب في ذلك الى بغى ما بغاش هذاك يبقى شي حنا لا نضرب اي انسان على باش يدي ديالو ولا ما يديهاش، هذا كيبقى شغلو من جميع المستحقات الكيرانيه اللي كتخدم كما داروا وجده في مدن اخرى منها وجده، هادشي ويبقى خص يبقى المشكل ويبقى المحلات المهنيه دائما في نطاق 13/94. ما يمكنش نتلاعبوا بمصالح الشباب، ما يمكنش حنا نردوا هاد المحلات هادو يوليو يبززوا بهم،